هما اللي في ايدك ده، هما كنت بروح اشتري بيهم سندوتشين وانا بشحت في مصر، اشحت الناس. ساب كل الدنيا وراح ايطاليا يشحت فيها، ويا ريته نفع، ده حظه وقعه في مصر زيه جابوا الارض من اللي عملوا معاه. حكايه شحات مصري راح ايطاليا ينقل شغله هناك، ايه بقى اللي عمله الشاب ده بالظبط وازاي واحد مصري كشفه؟ كل ده واكتر هتعرفوه معايا في الفيديو ده، كملوا بس للاخر. حكايتنا النهارده عن شحات مصري في ايطاليا. شحات، بس مش شحات عادي كده وخلاص، ده شحات عامل ملايين ومش مكفيه برضو. الشحات ده سافر ايطاليا من فتره، وهناك لقى نفسه في حكايه الشحاته زي ما كان في مصر، لبس جلابيه مبهدله شويه وحط على وشه ملامح واحد غلبان، قاعد على الارض مش بيتكلم ولا بيبص حواليه، حاطط قدامه طاقيه فاضيه عشان الناس تعدي وتحط له فيها فلوس. الشحاته دي مش زي اي شحاته، دي شحاته على الطريقه الايطاليه، بتعمل ثروه بالدولار او باليورو. الشاب ده كان في البداية مش عارف ايه اللي هيحصل، بس كان حاطط امل كبير في البلد دي، واللي حصل انه بدأ يجمع فلوس اكتر مما كان متخيله. الناس في الشوارع كانوا بيعدوا قدامه ويدوله فلوس بشكل يومي، واليورو كان بيدخل جيبه، مش لازم يعمل مجهود كبير عشان يدخل، كل اللي كان بيعمله انه قاعد مستني الفلوس تنزل له في الطاقية وهو قاعد كده زي الباشا. بس الحكاية بقى مش هنا، الحكاية تبدأ لما حصلت حاجة غريبة جدا. في يوم من الايام وهو قاعد في مكانه عادي، لقى واحد مصري تاني داخل عليه. مصري زيه، بس كان غريب عنه. الراجل ده طلع ميلانو المصري اللي بيتقال عليه مذيع الغلابة. ميلانو المصري قرب من الشحات وطلع من جيبه فلوس عشان يديه، لكن المفاجأة هنا انه مديله 800 جنيه مصري. الشحات المصري اللي قاعد في ايطاليا وراسم حياته بص للفلوس دي واستغرب جدا، زعلان مش مصدق اللي حصل. 800 جنيه ايه يا عم؟ في ايطاليا الفلوس دي ما تعملش حاجة خالص، هنا ما يجيبوش حتى كام سندوتش فول وطعمية في البلد الغالية دي. الشحات المصري كان مستغرب جدا وقال لميلانو المصري دول ما يعملوش حاجة هنا، في مصر كنت هعرف اعمل بيهم شغل كبير، لكن في ايطاليا دول ما يجيبوش حتى شويه اكل بسيط. وهنا الحكايه بدات تتضح. الشحات ده كان بيشحت في مصر قبل ما يسافر، بس مش على نفس المستوى. في مصر العيال الصغيره كانت بتجري وراه وبيرموا عليه طوب، وكان دايما في حاله مش حلوه، مش لاقي نفسه، لكنه قرر يسافر عشان ايطاليا بالنسبه له كانت الفرصه الكبيره، البلد اللي الناس فيها بتشحت وتكسب فلوس اكتر من اللي كان يحلم بيها في مصر. في ايطاليا بقى الموضوع مختلف تماما، الشحات هناك رايقه على الاخر، مفيش حد بيجري وراك ولا حد بيرمي عليك طوب ولا الكلام ده كله، كل اللي عليك تعمله انك تقعد في مكانك والناس هتيجي لوحدها تديك الفلوس، ومعظمهم بيدوك طبعا باليورو. الشحات ده لما بيحول الفلوس للجنيه المصري بيلاقي نفسه عامل ثروه كبيره، مبلغ كبير جدا مقارنه باللي كان بيكسبه في مصر. الشحات ده كان بيقول انه لو فضل يشحت في مصر كان بالكتير هيطلع له 10,000 جنيه في الشهر، بس في ايطاليا الفلوس بتيجي باليورو وكل يورو بيتحول لاضعاف في مصر. الحياه بقت احلى معاه وماشيه كده زي الفل، والاسعار في ايطاليا على قد ما هي غاليه لكنه بقى بيلاقي اللي بيحتاجه وبيكسب كويس جدا وهي ماشيه. في النهايه ايه رايكم بقى في الشحات ده واللي بيعمله؟